يا سيد الوردي انت امي المحبوبي، يا عذراء حني علي وضوي لي عتم دروبي، يا عذراء حني علي وضوي لي عتم دروبي. يمكن كلمة الكورونا هي كلمة جديدة علينا، مع انه هالفيروس الموجود حاليا هو سلالة متطورة من فيروس كان موجود من قبل باسم الكورونا. وإذا رجعنا كمان لحوالي 1987 سنة لورا، يعني لسنة 33 ميلادي، رح نلاقي إنه السيد المسيح نفسه عاش ألام كورونا ولكن من نوع آخر. اليوم رح نتأمل بالسر الثالث من أسرار الحزن، اللي هو تكليل يسوع بإكليل الشوك. بيقول الكتاب المقدس: وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه. فيا ترى شو وش الشبه بين مرض الكورونا وألامه وبين إكليل الشوك وألامه؟ بالبداية، الكورونا كفيروس أخذ اسمه بسبب رؤوسه اللي بتشبه رؤوس التاج أو الإكليل. أما إكليل الشوك يلي انحط على رأس المسيح فكان مكون من بين حوالي 70 إلى 120 شوكة، وكل واحدة بينهم بين طول 3 سنتي ل10 سنتيمتر. الأبحاث تبعت الكفن المقدس بتورجينا قديش الألام الكبيرة اللي عانى منها السيد المسيح بسبب إكليل الشوك، لأنه هالإكليل لما كان عم بينغرس برأس السيد المسيح كان عم بيأثر على كل الأعصاب الدقيقة اللي موجودة بفربة الرأس، ويلي عم بتسبب ألام كتير كتير قوية. كل مرة كانوا الجنود عم بيضربوا الإكليل على رأس المسيح، كل مرة المسيح كان عم بيحمل فيها الصليب وعم بيمشي عم بينغرس هالإكليل أكتر على رأسه وعم بيسبب له هالألام الكتير كبيرة. هذا غير طبعا كل الألام اللي عانى منها، من جلد، من ضرب، من إهانة، من صلب، من المسامير يلي انغرست بجسمه. كل هاي الألام عانى منها السيد المسيح. وإذا بدنا نشوف وجه شبه تاني، منلاقي إنه الكورونا كمرض بيأثر بشكل أساسي على الجهاز التنفسي للإنسان، بيعمل ألام كتير كبيرة وصعوبات كبيرة بالتنفس. وطريقة الموت بالصلب كانت برضو بشكل أساسي تعتمد على الاختناق، لأنه بسبب الصلب كان الشخص المصلوب يبطل قادر يتنفس بشكل طبيعي. ومشان هيك كانوا الأشخاص لحتى ما يطولوا على الصليب يكسروا أرجلهم مشان تصير عملية التنفس أصعب وأصعب ويموتوا أسرع. فاليوم يا رب ونحن عم نصلي هالسر الثالث من أسرار الحزن، بنحط بين إيديك جميع مرضى الكورونا، خاصة اللي بناتهم عم بيعانوا من النزاع حاليا. يا رب ساعدهم وعطيهم القوة، ساعدهم يكتشفوا حضورك ومحبتك لهم، ساعدهم من أجل إنه هم يقدروا يتقووا بقوتك ويكتشفوا مشيئتك لخلاصهم ولخلاص البشرية جمعاء من خلال ألامهم.